السلام عليكم، معكم عثمان أولي في المسيرة. بالنسبة لهذا المشكل اللي كان وقع بيني وبين السيد، راه مشكل قديم، والسبب الخلاف ديالو بأني خدمت معاه فلت لي واحد المرات ثلاثة وما خلصنيش، واضطر بأنه هو قال لي لما خدمتش ليا راني غنخويك هذه المسيرة، نخويك هذه المسيرة. وحكم جيران الناس كلهم الحمد لله مع كامل الاحترام ديالي لهم، ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى ضرر معاهم. ومن الناحيه القانونيه المحل عندي فوند كوميرس، كنخلص الضرائب ديالي، خدامين معايا خمسه ديال المعلمين بالوليدات ديالهم، وانا عندي خمسه الوليدات كذا، والحمد لله. وما كنصرف في المحل، كنوجد غير الطوموبيلات، كندير من الفران لفرايه البيض، عند كومات سابيا راه معروف، عندي اسيستونس ديالو. وهذا السيد بيني وبينه خلاف قديم، وحنا داخلين للمحكمه، ولكن هو الحمد لله هذه الساعه ما باش باقي كيجي يصور، وباقي كي بزاف حوايج والتهديدات، تهديدات. ولكن انا داخل المحل ديالي ما كنجاوبوش، هو اضطر يدخل معايا في صراعات كبيره، ولكن الحمد لله انا ما بحكم عندي وليدات وداك الشيء ما كرمش عليه. ولكن اليوم انه قال لك راه تخاصم معايا وكذا، ولكن الناس شادين لاني انا ما وصلتوش في المحل ديالي. بالنسبه للساكنه، واش كاين شي ضرر بالنسبه للساكنه كيف ما كيقول هو بانه راه الناس الجيران كيتشكاو؟ لا الحمد لله، الناس كلهم هما ساكنين فوق مني، الناس اون فاس معايا، ما عمرش واحد تشكى من 2015 وانا خدام هنا، وكنحترمهم كيحترموني، اوقات العمل مطبقه معاهم، يعني ما كاين حتى مشكل. هو راه المحل ديالي بعيد مني على بعد 40 متر. الو انت كيف ما كتقول على حد القول ديالك انه السبب هو شخصي؟ السبب شخصي بيني وبينه، ولا تطور هاد النزاعات. واش انا خدمت ليه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، ما باش يخلصني، قلت له عندي وليدات وعندي الفكره وعندي هذه والمدرسه وكذا. هو بغى يفرض السيطره ديالو عليا، قال لي والو خدم لي انت هنا، فين يبدل الطوموبيلات كل مره يجي الطوموبيل صوب لي هذه بيعها وجيب طوموبيل اخرى، باع هو كيبيع شي طوموبيلات. هادشي اللي كاين دابا، لكن انا الحمد لله الجيران ما كاينش مشكل معاهم، ومضابط مع الجيران، وعندي الوريقه ديالي للمحل، وعندي الناس خدامين معايا، خدامين على والديهم وكاين اللي بعائلته، الحمد لله ما كاين حتى مشكل. هذا السيد هذا هو اللي كيدير المشاكل، هو اللي كيحرض الناس عليا، يقول لي راه الطولي داير فاعل تارك، وانا سولت عليه الجيران كاملين، ما كاينش الحمد لله اللي يقول فيا خيب، انت شوف وسول كاع الجيران، ما كاينش شي حاجه. كنخدم كنسالي اوقات خدمه كنمشي للمحل ديال وليداتي، ما كاين حتى مشكل الحمد لله. السيد هذا هو اللي طغى عليا، السيد طغى عليا بزاف، لكن وراه وحقرني، عنده نفوذ وحقرني، قال لي والو غنخويك من هذا المسير باي طريقه. وهذا الشارع هذا كوميرسيال وكاع الناس حالين فيه انت كتشوف لاباش، كاين دروبري، كاين دروبريات، كاين يعني ما كاينش شي ضرر، راه عارف تطولي ما كاينش حاجه. شكرا.